دكتور عبد الوهاب، الآن هنا سؤالي تطرح القوى الصلبة للدولة والمؤسسات الدولة اللي ما زالت متماهية مع مشروع قيس سعيد أو تنفذ إجراءات قيس سعيد، ما موقفها الآن في حال في بعد ما فسرت هذا التضاد مع الدستور، وأيضا أصبح بالكاشف أنه هذا الرجل منقلب ولا يحترم أي فصل من فصول الدستور، وما عادش عنده حتى عذر لا أمام الخارج ولا حتى مؤسسات الدولة الموجودة، فكيف المؤسسات الدولة الآن أن تتصرف خاصة القوات الصلبة؟ اخويا شوف، بالنسبه لمؤسسه الدوله كما قلت راهو مساله واضحه، يا اما مش تحاسب غدوه على خاطر وقفت مع الانقلاب وساهمت فيه، وانا نحكي على القيادات الامنيه ولا العسكريه ولست ادري، فهمت؟ وهذا معناتها موجود، والا الحاله الثانيه هي مش تصطف الى مع الشعب، ومعناتها وتتحمل مسؤوليتها وتطبق الشرعيه. هي اقسمت على الدستور، هل القوات العسكرية ولا القيادات الأمنية ولا حتى بعض المناصب العليا القضائية ولا غير ذلك، أقسمت على احترام الدستور وعلى حماية الوطن. احنا القضية مش قضية حماية الدستور، توا راهو قضية حماية الوطن، راهو يلزم الناس توا يلزمنا نرفعوا سقف النضالات، ما عادش احترام الشرعية وضد الانقلاب. راهي المسألة ولات معناتها إنقاذ الوطن، الوطن اليوم بجميع المقاييس ماشي في اتجاه هفوف كبير، نحن حقيقة على جرف انهيار، ومعاش ومعناته ماشيين فلاش نحو هذا الاتجاه. وبالتالي القضية ما عادش عندي مشكلة مع قيس سعيد، أنا عندي مشكلة توا إنقاذ بلادي من عدمه. وهذاك علاش المسألة مفصلية اليوم. الناس اللي ماشية مع قيس سعيد واللي مش تنفذ تواصل تنفيذ الأوامر بتاعه فإنها ستحاسب أمام الله وأمام التاريخ، وإذا كان ما كانش معناتها أمام في حياتهم، معناتها في حياتهم. والناس اللي ترفع شعار راية الوطن وانقاذه، احنا لو كان نحكي لكم يعني راهو الوطن ماشي في اتجاهات، معناتها واحد أزمة اقتصادية مش أزمة إفلاس، على بالكش أنت توا المعلومات تقول أن ما فما حتى دولة وحتى منظمة مالية ومؤسسة مالية مستعدة تعطي قيس سعيد حتى ولو لبى شروطها، حتى تجمشي يعني صندوق النقد الدولي تو عاملين روحهم وكذا، صندوق النقد الدولي راهو يتفاوض معاك، اما غدو باش يبلكي لك الفلوس حتى كنت تقبل شروط الكل، اللي ما عنده شروطات سياسية لاستقرار البلاد، رجع البرلمان، رجع الحياة الديمقراطية إلى غير ذلك، لأن شكون مش يسلفك وأنت في عندك حريق في البيت، فهمت؟ ما يسلفك حد وما يجي يعاونك حد، وهذا هو الوضع في تونس. واليوم احنا اليوم اللي قاعد اللي عامله اليوم قيس سعيد زاد أغرق شيء في العزلة الدولية، وتوضحت أموره وورقة التوت سقطت وادعاءاته ما تسقط. هذاك علاش أنا نتصور اللي الراجل هذايا هارب بيفرص وما هوش فاهم حتى شيء، لكن دائما عندي امل ان القوى الصلبه في الدوله ومؤسسات الدوله كما المؤسسه البرلمانيه اليوم خذت موقف، فهمت؟ هي مش تاخذ نفس الموقف، توتر معناتها، لان الايام توا مش تكون تداعياتها ظاهره للعيان، وحاشين يا اما نقضوا البلاد والا مش نمشيو في فوضى عارمة وفي حالة من الانهيار التام اللي بشرت به بعض مراكز الدراسات الدولية، قالت الدولة التونسية مهددة بالتفكيك وبالفناء.